ايه تاني من الحفلات او اللي انت كنت فيها ومعاك اي نجم من اي جيل ولها ذكرى عندك؟ انا قائد لفيروز حفلة واحدة كانت في بصرة الشام على حدود سوريا الأردنية، اهي فيروز وفي ليمون وهبي وانا كان ملحن عظيم على طبعا وانا وفي ناس كتيرة مع محبتنا العظيمة لرحابنا، انما في ناس كتيرة بتخلط الحان في ليمون وهبي وتعتقد انها لرحابنا للأسف. وانا كنت يعني قائد لمعركة لما اشتغلت في الإذاعة قبل ما اجي على لبنان، قبل ما اجي على مصر اشتغلت 8 سنين في إذاعة لبنان مسؤول عن التسجيلات الموسيقية ومسؤول عن البرامج الإذاعة ومسؤول نائب رئيس الدائرة الموسيقية اللي كان الأستاذ الكبير حبيب قلبي وصديقي وأخي توفيق الباشا الموسيقار الكبير. كنت أول ما أوصل على الإذاعة الساعة 8 أنزل على على الاستوديو البث المباشر، اخذ الورقه اللي قدامه، يا عمي دي بتاعت فيروز في ليمون وهبي مش للرحباني، اشطب اسم تلحين الاخوان الرحباني احط تلحين في ليمون وهبي. كل يوم اقوم بهذه الحكايه. اصل هو انصهر في المشروع الرحباني فبالتالي الناس اختلط عليها، يعني ما اعتقدش ان في سوء نيه. يعني هقول لك مثلا طيري يا طياره طيري الحانه كتبنا وما كتبنا، لا عايزه تعدي يا دار دوري فينا، يا دار دوري فينا دي كلها حاجات في ليمون وهبي. ليلية بترجع يا ليل على جسر اللوزية، لا عشرات الأغاني. الرقم كلهم عندي مصنفهم دي بقى عزيزي. هنا ثلاث اغاني بعد ما انفصلت. ماشي، وانت فين؟ على الشمال ماسك الورقه. الله اللي على الشمال. بعد ما سجلت الثلاث اغاني دول هقول لك عنهم. كان عندي سفره لباريس، عملت حفله بسال جافو هناك، حفله بالفرقه اللبنانيه. طيب. دي بقى الاغاني بعد ما انفصلت عن جوزها، اتصل بي مدير اعمالها قال لي بتحب تعمل اغاني غناء فيروز؟ قلت السؤال ده سؤال غريب ما جاوبش عليه زي ما قال عبد المطلب. فجاني في ليمون وهبي على البيت من بقه على العود، وانا الورق نوتة قدامي وقاعد اكتب النوتة. كل شوي يقول لي ايه يا سليم اقرا لي شو كتبت، اقرا له النوته يقول لي لا هيدي مش حلوه شيله. يا عمي شو شيله، الحان من اعظم ما يمكن. كان يغير الجمله مرتين وانا قاعد اشطب واكتب. تخيلي ورق الاصفر يا ريت منهم، وطلع لي البكي واحنا قاعدين. الثلاثه دول تسجيلي في الاستوديو هنا. هو ده المنظر. فيروز عملت معاها الحفلة الوحيدة على المسرح ببصرة الشام دي. كانت الناس مدام منى، أنا واقف كده، الناس قاعدة على رجلي ثلاث مرات أمسك البيبيت قدامي عشان ما أعش من كتر الزحمة. زحمة غير طبيعية. لا أنسى ذلك.
سألتني قالت لي الشباك كل شوية بتعمل هيك، قلت لها راح يوقعوني من ورا شو بوقع على الأرض، قلت لها فيروز نفسها. فدي الحفلة دي اعتز بيها طبعا طبعا، والثلاث أغاني اللي بتوع الاستوديو دول شغلي مع فيروز كان. وديع الصافي عملت له حفلتين في الأوبرا، كنت واخد اجازه ورحت اجازه في لبنان طبعا، جاني اتصال عاجل من اداره الاوبرا، الحقنا حالا بكره تكون في الاوبرا. الله يرحمه. مش عارفين يظبطوا الاوركسترا والعزف والحفله بعد اسبوع، الحقنا تعالى. فطبعا تاني يوم حملت نفسي وسافرت. وهو صوته ما شاء الله كان بيسرح بقى وبيرتجل كمان في الغنى. ده كانت مشكلتي الكبرى، اكتر مرة استصعبت القيادة معاه، فجأة بتلاقيه بدأ الارتجال ومفيش نوتة، افضل يعني على اعصابي لغاية ما يرجع يلتزم بالنوتة اللي قدامي عشان ادخل الفرقة. هو انتوا تهتوا انما هو النغمة في دماغه ورجع لل، احنا تايهين معاه. كنا كان قدرته على الارتجال خرافية. رهيب. اسطورية. رهيب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.